ألوان إبداعية وخطوط جمالية ومنمنمات موسيقية هي رسوم أولية للوحة فنية، لوحة تحمل إعلانا افتتاحيا لفعاليات النسخة السادسة لمهرجان السياحة والتسوق الذي تزدان به مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر. المهرجان احتشد بفقرات مختلفة تزخر بها البيئة المحلية لبوابة السودان الشرقية. هنا عروض ثقافية ورياضية ووطنية، عروض تحكي عن مواهب طلابية واعدة تقدم الجمل الفنية والمفردات التعبيرية، جملا ترسم أساليب خالدة للتغني في حضرة الإنسان والوجدان. طلعات بحرية وجوية وعسكرية تتزين بها سواحل البحر الأحمر الساحرة، طلعات تبعث برسائل عملية تقول أن القوات النظامية السودانية تملك العدة والعتاد لحماية البلاد والعباد. يشارك في هذا العرض البحري كافة المكونات الاستراتيجية البحرية متمثلة في هيئة الموانئ البحرية والقوات البحرية والأمن البحري وشرطة الجمارك لمكافحة التحريف. المهرجان الذي يستمر حتى 15 من فبراير المقبل يهدف إلى تشجيع ورعاية المشروعات التنموية والاستثمارية والسياحية التي تزخر بها الولاية. في هذا المهرجان الذي نسعى من خلفه لأهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وتراثية، وقد تحقق بحمد الله كل ذلك، واليوم ليس يوم حديث. لذلك أقول لكم أهلي في البحر الأحمر، شكرا لكم على هذه المشاركة. هنا كانت الفرقة الفنية الأريترية تشكل هي الأخرى حضورا في فعاليات المهرجان بنماذج تراثية تحكي عن عمق التواصل بين الدولتين الجارتين. أما هنا في الجميع يتفاعل قبولا واستحسانا مع أعمال منتقات، أعمال قنائية ببصمات تراثية مستوحاة من بيئة شرقية بإيقاعات بجاوية. المهرجان يشتمل على معارض تجارية وملتقيات اقتصادية تجذب الخبراء والمختصين. هذا هو المهرجان الذي ساهم في تنشيط القطاعات المختلفة الإبداعية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، وأصبحت الولاية بالتالي قبلة للسائحين والزائرين من داخل السودان وخارجه. صديق السيد البشير الشروق، ولاية البحر الأحمر، بورسودان.